مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزميل علي محمد علي. وهكذا المنتخب المصري رسميا يتأهل إلى دور 16 بعد تقدمه وانتصاره وفوزه اليوم على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل. نذكركم مشاهدينا بهدفي المباراة، والأهداف كلها جاءت في الشوط الأول بالطبع. الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب أحمد المحمدي من كرة ثابتة، طبعا يتقدم أحمد المحمدي وسط المدافعين ويسجل الهدف الأول. وفي نفس الشوط في الدقيقة 43 تألق من محمود حسن تريزيجيه الذي اختير كرجل للمباراة، تألق ولا أروع وانتشار ولا أروع وتقدم لمحمد صلاح، هدف رائع جدا لمحمد صلاح يسجل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة وبهدفي الشوط الأول، ويتأهل المنتخب المصري رسميا. ولكن ما زال أول أو ثاني، ما زال طبعا سيتم هذا الأمر في المرحلة القادمة. مصر أول المجموعة حتى الآن 6 نقاط، أوغندا 4 نقاط، زيمبابوي نقطة، والكونغو الديمقراطية بدون رصيد من النقاط. مبروك التأهل للمنتخب المصري، ولكن السؤال المهم، هل منتخب مصر الآن حتى الآن بعد المباراتين الأولى والثانية ومنتخب الشوط الواحد؟ أعود طبعا لأجواء التحليل مع الكابتن هذا فاروق. كابتن طارق، كابتن وائل، مبروك أولا التأهل للمنتخب المصري، تقييمك لأداء المنتخب كابتن وائل في الشوط الثاني والأداء بصفة عامة، هل بالفعل منتخب مصر ما زلنا عند كلمة منتخب الشوط الواحد؟ مبروك للمنتخب المصري يا أحمد طبعا، إنما فوز بلا إقناع، فوز بلا جماعية أداء، فوز بلا روح، إنما هو في النهاية فوز ب6 نقاط ضمن للمنتخب المصري التواجد في الدور القادم. نتمنى زي المرة اللي فاتت ما قلنا، فوز أهم ما فيه هو ال3 نقاط اللي ضمنوا لك التأهل، بتعتمد على 2 أو 3 لاعبين في الفريق، ده منهم تريزيجيه نجم المباراه اليوم، اهمهم تريزيجيه وصلاح. ثم النهارده حجازي عمل مباراه كبيره في الناحيه الدفاعيه، هم الثلاثه الافضل صراحه. طارق حامد بروحه وقتاليته في نص الملعب بيعوض نقص كتير جدا. دول ال4 لاعبين اللي انت بتعتمد عليهم كل مره، هتعتمد عليهم كل مباراه في المباريات اللي جايه، صعب جدا. انت بتلاعب منافسين اضعف من اللي هتقابلهم في الادوار اللي جايه بشكل كبير جدا، محتاجين اداء افضل من كده، محتاجين جماعيه افضل من كده. انما لما ابص على دكه البدلاء مش لاقي حلول تانية اقول لك لو في لاعب يقدر يضيف. حتى المدرب، احنا كنا بنترحم على بنشتكي من كوبر واداء كوبر الدفاعي، على الاقل ما كانش في حد بيقدر يوصل لمرمانا، ما كانش في حد بيسدد على مرمانا. بص كم الفرص اللي بتيجي على على يعني على انت الان ترى ان يعني المدرب خفير اجر حتى الان لم يصل الى مرحله الاقناع في النواحي الهجوميه، ولم يؤمن النواحي الدفاعيه كما كان هيكتور كوبر. سوء دايما في اختياراته في كل القرارات اللي بيختار فيها لاعبين كبدلاء، اداء غريب جدا في اختياراته وتوظيفه للاعبين. كوكا لما نزله يلعب مدافع، مش نزله يلعب مهاجم راس حربة الفريق يعتمد عليه ويضغط من قدام، كان نزله يلعب في نص الملعب يدافع ويساعد الفريق في الكرات العاليه الهوائيه اللي علينا. حتى نزوله لعلي غزال كان الغرض ده. مفيش اداء واضح للمنتخب، مفيش جمل بتتعمل، يعني التبديلات كلها بالكامل كلها انا الاداء مش عاجبني. انما اهم ما في المباراه ان انت بتفوز وتخرج كسبان. طيب ما هي مكسب كابتن، يعني انا بقول لك انا اهم ما في المباراه النهارده الفوز والخروج ب3 نقاط من المباراه. طيب اذا يعني نجم المباراه هو اللاعب محمود حسن تريزيجيه، نستمع ماذا قال بعد هذا اللقاء. إذا مبروك لمصر، مبروك للمصريين التأهل إلى الدور التالي دور 16 بعد فوز بهدفين نظيفين أمام منتخب الكونغو. منتخب مصر أدى أداء جيدا، ومع الآن رجل المباراة محمود حسن تريزيجيه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحميك حبيبي أحمد، ربنا يخليك. الحمد لله على الفوز وعلى الصعود، ان شاء الله نفكر في اللي جاي. احنا بناخد كل ماتش كانه بطوله، وبنشكر الناس كلها اللي جت تساندنا. 70,000 زلزلوا الاستاد، يعني ما شاء الله. يعني طبعا بنتمنى يكونوا جنبنا كل ماتش، وهم اول ناس يكونوا في ظهرنا، عشان احنا مش هناخد بطوله من غيرهم، لازم يساندونا. لو لاعب قصر في حاجه، لو لاعب عمل حاجه غلط ولا حاجه، لازم اول ناس يكونوا في ظهرنا، عشان احنا كلنا فاميلي، كلنا عيله واحده. لو خدنا البطوله هناخدها كلنا، فان شاء الله نفرح الناس كلها باذن الله. محمود، يعني بالتاكيد كان هناك في حاله من الاتزان ما بين الدفاع والهجوم، يعني خاصه المنتخب الكونغولي لم يكن اليوم بالمنافس السهل، يعني كان كشر عن انيابه اليوم. لا طبعا احنا عارفين، الكوتش اتكلم معانا طبعا، ان احنا شفنا ماتش الكونغو اللي قبل كده كانوا ما كانوش كويسين قوي، بس احنا عارفين ان هم فريق قوي، وقدرنا نقفل عليه كل خطوط الخطوره بتاعتهم، والحمد لله قدرنا نكسب النهارده حتى ب2-0 مش 1-0 بس، وقدرنا ان احنا نصعد، وان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله يكون احسن باذن الله. ان شاء الله. شايف ازاي مباراه اوغندا؟
ان شاء الله داخلين باذن الله احنا نفوز باذن الله ونصعد اول ان شاء الله، عشان احنا داخلين ناخد البطوله، مش هيهمنا بقى اللاعب ده الاول او ده الثاني او ده الثالث، داخلين ناخد البطوله اخر الطريق ان شاء الله، و19 ان شاء الله في النهايه نكون بنحتفل كلنا باذن الله مع بعض. شكرا جزيلا والف مبروك. الله يبارك فيك. اذا كان هذا لقاء مع محمود حسن تريزيجيه رجل المباراه اليوم بعد فوز المنتخب المصري على منتخب الكونغولي بهدفين نظيفين، وسنعاود معكم لقاءات اخرى. شكرا احمد نوير على هذا اللقاء مع نجم المباراه ورجل اللقاء محمود حسن تريزيجيه. كابتن طارق، انت اخترت طبعا محمود حسن تريزيجيه منذ البدايه انه رجل المباراه وهو يستحق. وائل تكلم عن نقطه مهمه، ان المنتخب به عناصر فقط هي من تجيد، لكن في المجمل الاداء الجماعي للمنتخب، اين التيم؟ اين المنتخب؟ اين فريق المنتخب الذي نقول يستحق ان يصل الى ويحقق لقب البطوله؟ طريقه اللعب تغيرت مع التبديلات، ولكن لم نشعر، تحولت من 4 الى 4 4 2 ولم نشعر بالتغييرات، ولم نشعر بالمردود الايجابي. صحيح، انا اقول نتيجه جيده، 6 نقاط في مباراتين بدون وسط ميدان، لان اليوم الحلقه الأضعف في 3 خطوط هي وسط الميدان المنتخب المصري، سواء في الهجمة المنظمة أو المرتدات. أعتقد في الشوط الثاني بالمرتدات ممكن المنتخب المصري عنده إمكانية تسجيل أهداف، لكن المرتدات ما تنجح إلا بالتمرير. صح، عندك مهاجم سريع استغلوه إلا في الدقيقة الأخيرة، كانت 1-1، ما الوضعية 1-1 لصالح ما شاهدناش في 45 دقيقة الثانية، لأن وصل الميدان ضعيف، ضعيف فنيا. يمكن أنا أقول في تاريخ مصر، أنا عاصرت مصر، شاهدت مصر مع لاعبين كبار، ثم المنتخب اللي فاز بثلاثة بطولات، أضعف وصف ميدان، أضعف وصف ميدان هو حاليا. ولهذا اعتقد لما يكون عندك وسط ميدان ضعيف صعب ان ضعف وسط الميدان ياتي اولا من عبد الله السعيد اللي هو المفترض ان يكون هو صانع الالعاب الرئيسي للمنتخب. ارقامه اليوم في المباراتين حتى ارقام سلبيه حتى الان كابتن. صحيح، اولا ما عندوش امكانيات صنع